الله الرحمن الرحيم. اليوم يتم تدشين توزيع 450 سلة غذائية بدعم الأخ العميد طالب محمد عبد الصالح حفظه الله، نائب رئيس مجلس الوزراء الرئاسي، رئيس المجلس السياسي في قبل هذه 450 في قبل المال. وهذه جزء من مشروع إفطار، أيضا في إفطار الصائم وفي 2500 سلة لمدينة البخاء، وهي إضافة إلى ذلك كلها بدعم الأخ العميد طالب محمد عبد الصالح. أعمال إنسانية كبيرة إن شاء الله، جعلها الله في ميزان حسناته. شكرا جزيلا.